المرأة في الإسلام، ما دام ده الإسلام. المرأة في الجاهلية كان ليس لها قيمة. نعم. بل ما دام ده لبوك جاهلية سبيدي سا سا إيرا أبانك الإسلام يدويني لتشينا با لتشينا با فعليه. الله سبحانه وتعالى أعطى المرأة في الإسلام كل ما لها من حق. إلهي الله سبحانه وتعالى إن دون من مدام الإسلام تساكي يانا دي son حق دي son رايت. أعطاها الإرث. إن دون لي son رايت بولي إريتي. كذلك تصلي تصوم. بولي فاس. حقوق زوجية. كل حق للمرأة أخذته في الإسلام، ولا يوجد كالإسلام في إعطاء الحقوق للمرأة. المرأة في الإسلام جوهرة ثمينة يحافظ عليها بالحجاب بعدم الاختلاط. نعم. مدام ده الإسلام سي تريزور كي جاي بريزيرفي avec حجاب avec bonne question بريزيرفي quantité. من ينادي اليوم بحقوق المرأة هو الذي ضيع حقوق المرأة، ولا يوجد كالإسلام في حفاظ على حقوق المرأة. لا جس نواجه من زوجي زد بي women rights et je même dans certaines disons qu'il zait doit bonne madame n'a pas parlé d'islam quand il donne bonne madame.